اهلا وسهلا بكم مشاهدينا اينما كنتم، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الاسبوعي حماة العراق، ابقوا معنا. تفقد السيد وزير الدفاع قاطع عمليات الأنبار والتقى بالقادة الأمنيين والمسؤولين بالحكومة المحلية وشيوخ وجهاء العشائر، وافتتح الجسر الحديدي في قضاء الخالدية الذي أنشأته الهندسة العسكرية. الزميل نصير البحار أعد لنا هذا التقرير. تفقد وزير الدفاع السيد جمعة ناد سعدون قاطع عمليات الأنبار، حيث كانت محطته الأولى قيادة العمليات، إذ التقى فيها بقائد عمليات الأنبار واستمع منه إلى إيجاز مفصل عن الواقع الأمني في قاطع المسؤولية، وأبدى توجيهاته مؤكدا على الاستمرار بالعمليات الاستباقية لمتابعة العصابات الداعشية وملاحقة بقايا فلولها في الصحراء، كما أكد سيادته على الضبط العسكري والاهتمام بالأرزاق المقدمة للمقاتلين وتذليل كافة الصعوبات أمامهم. شلون وضعكم؟ أرزاقكم زينة؟ عافية. إجايزكم شقد؟ إجايزكم 15 ب 15. جيد. موضوع الضبط العسكري، الضبط العسكري جزء من القيافة. هسه انتو قيافتكم ما شاء الله موحدة. نعم. زينة، خوش قيافة، اهتموا بها اكثر. الحمد لله والشكر، انتو ابطال، انتو حاربتوا عدو دول ما قدرت عليه، دول متقدمة وعظمى، واحنا قدرنا عليه بزمن قياسي 3 سنوات وشهرين. انا حاسبها بالضبط، استطاعينا ان ندحر هذا العدو ونطلعه خارج الحدود. جهودكم انتو الجنود، انت القاعدة الأساسية. يعني انتوا هسا على الجيش بدون جنود ما يفيد، هو مبني القاعدة مالته هي جنود وضباط صف. فأريد من عندكم اخواني الضبط عالي، احترام جندي يحترم الضابط الصف، ضابط الصف يحترم النائب ضابط، وهكذا والجميع يحترمون الضابط وسلسلة. بعد ذلك توجه السيد الوزير إلى قضاء الخالدية، حيث التقى وجهاء وشيوخ عشائر القضاء، وافتتح الجسر الحديدي الذي أنشئ من خلال كوادر الهندسة العسكرية، والغاية منه رفع المعاناة عن أهالي الخالدية. وشكر السيد الوزير رجال الهندسة لجهودهم في سرعة إنجاز هذا الجسر. استلمت مناشدة من أكثر من مواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنه إحنا في منطقة الخالدية منطقة بعيدة، وإذا نريد نعبر إلى الجانب الآخر راح يعني نمشي مسافة كبيرة وبعدين نعاني من هذا الموضوع. فأرسلت على الأخ مدير الهندسة فريق حاتم وقلت له عندنا هيش معضلة، وقال عندي يعني قطع موزعة في أماكن مختلفة راح أجمعها إن شاء الله وأسويها. وأنا حقيقة ما توقعت بهالسرعة بصراحة. إحنا حقيقة أكو شعار إحنا ماشيين عليه قبل وفي الوقت الحاضر وبالمستقبل، الجيش للحرب والإعمار. إحنا أي مجال للإعمار ما نقصر به، حتى شغلة البناء والإنشاءات إحنا عندنا يعني عندنا أشغال عسكرية وعندنا هندسة عسكرية ونقدر ننفذ هذه الأمور. فهذا الجسر اليوم افتتحناه لخدمة أهلنا في الأنبار وتحديدا في جزيرة الخالدية، وإن شاء الله إحنا حاضرين للمشاريع الأخرى إن شاء الله. وإحنا أهل الأنبار أهلنا والعراق كله أهلنا وحاضرين لأي خدمة بأي مكان في العراق من الشمال إلى الجنوب. اليوم تم افتتاح الجسر الذي يربط جزيرة الخالدية البر الشرقي بالغربي، وهذا الجسر سابقا كان موجود، والآن كوادر محافظة الأنبار تقوم بإعادة الجسر الأصلي، ولكن تقطعت السبل بأهل هذه المناطق نتيجة لعمليات الإعمار بالجسر الرئيسي الأصلي.
فاستنجدوا أهالي محافظة الأنبار وخصوصا جزيرة الخالدية بالسيد معالي وزير الدفاع لغرض تخليصهم من هذه العملية ومساعدتهم في بناء جسر سريع في المنطقة. اليوم نحن بزيارة لمحافظة الأنبار العزيزة برفقة السيد معالي وزير الدفاع السيد جمعة ناس سعدون، حيث زار السيد الوزير مقر قيادة عمليات الأنبار واطلع على إيجاز مفصل للوضع الأمني في محافظة الأنبار وأبدأ توجيهاته السديدة بالاستمرار بمتابعة وملاحقة الإرهابيين وأيضا تطوير المؤسسة العسكرية العراقية. بعد ذلك توجه السيد وزير الدفاع المحترم وتم افتتاح جسر عائم بطول 200 متر وبحمولة 80 طن في منطقة الخالدية. هذا الجسر يسهم برفع المعاناة عن أبناء شعبنا في محافظة الأنبار العزيزة وخصوصا في قضاء الخالدية. بعدها توجه وزير الدفاع إلى مجلس محافظة الأنبار والتقى المحافظ وكبار المسؤولين في المحافظة وتم مناقشة الوضع الأمني في المحافظة، وأثنى على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل محافظ الأنبار السيد علي فرحان والمسؤولين في الحكومة المحلية من أجل الارتقاء بالبنى التحتية والإعمار. توجهنا إلى مجلس محافظة الأنبار و التقى السيد الوزير بسيد محافظة الأنبار وأيضا أعضاء مجلس محافظة الأنبار واستمع إلى كل الأمور الخدمية والوضع الأمني. واختتم السيد الوزير جولته بلقاء كوكبة من المقاتلين شاكرا لهم حرصهم الكبير في تنفيذ واجباتهم الأمنية بكل دقة وإخلاص، مشددا على الاستمرار في بذل الجهود الكبيرة من أجل ديمومة الأمن والسلام في ربوع محافظة الأنبار. تفقد السيد رئيس أركان الجيش القطاعات الأمنية المشتركة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، يرافقه نائب القائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة أركان الجيش. وخلال جولته التفقدية للقطاعات العسكرية استمع سيادته إلى إيجاز خاص بسير العمل وانفتاح القطاعات وانتشار نقاط التفتيش التي تقوم بمسك الأرض، وكما التقى سيادته بالمقاتلين المرابطين واستمع إليهم وإلى احتياجاتهم ومناشداتهم. ووجه السيد رئيس أركان الجيش القادة والآمرين بجملة من التوصيات أهمها التعامل الحسن مع المواطنين الذين يمثل نجاح الوحدة في عملها ضمن قاطع المسؤولية، مؤكدا على الاهتمام بالمقاتلين وتحصين النقاط بشكل يوفر الحماية للجندي وتكثيف الجهد الاستخباري. هبطت الطائرة السعودية C-130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي، وهي محملة بشحنة كبيرة من المساعدات الطبية إلى الطبابة العسكرية. وتأتي هذه المبادرة لبناء أواصر التعاون المشترك بين البلدين العراق والسعودية في كافة الأصعدة ومنها الصعيد العسكري. التفاصيل مع الملازم مصطفى علي. من أجل تبادل العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، هبطت الطائرة السعودية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية محملة بالمساعدات الطبية المقدمة لوزارة الدفاع، بحضور السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين لكلا البلدين الشقيقين. اليوم
تشرفت مع أمر الجيش بالنائب قتيبة جبوري ووكيل وزارة الصحة في استلام أول شحنة مساعدات تصل من وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عبارة عن أدوية ومواد طبية ومستلزمات يحتاجها الجيش العراقي، وهذه بادرة خير إن شاء الله لعلاقات أفضل ومؤشر جيد على حسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. شكر والثناء للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وبالأخص وزارة الدفاع السعودية على هذه المبادرة القيمة التي اليوم كل دول العالم تعاني من جائحة كورونا، فبالرغم أن المملكة العربية السعودية أيضا ليست بمعزل عن هذه الجائحة تبادر بهكذا مبادرة طيبة لإسناد الجهود العراقية في التصدي لهذا الوباء في العراق، سواء كانت هذه الجهود مدنية ممثلة بوزارة الصحة أو عسكرية ممثلة بمديرية الأمور الطبية التابعة لوزارة الدفاع. معاون رئيس أركان الجيش للإدارة ومدير الأمور الطبية ثمنا دور المملكة العربية السعودية في إرسال المساعدات الطبية، وتعد هذه الخطوة بغية تعزيز أواصر العلاقات المتينة بين البلدين خصوصا في الجانب العسكري والإنساني. نشكر المبادرة اللي قدمتها أو قدمها الجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لمساعدة المديرية الأمور الطبية ببعض المواد الطبية، وإن شاء الله هذه تكون فاتحة خير لتوسيع هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم. نأمل أن تعقد بين الجيش العراقي وجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لتطوير في مجالات الطبية ومجالات الفنية وكذلك في مجالات التدريب، فشكرا جزيلا لهذه المبادرة. تندرج زيارة وفد المملكة العربية السعودية إلى جمهورية العراق ضمن مساعي البلدين في تحقيق العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية. من قاعدة الشهيد محمد علاء، الملازم مصطفى علي لإعلام وزارة الدفاع. قامت وزارة الدفاع في مقر نادي القوة الجوية الرياضي تشييعا مهيبا لجثمان اللاعب السابق والمدرب ناظم شاكر في العاصمة بغداد، وحضر تشييع وزير الشباب والرياضة والفريق الركن محمد العسكري وقائد القوة الجوية وعدد من الضباط وجمع غفير من مشجعي نادي القوة الجوية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. أجواء مليئة بالحزن تودع نورس الكرة الرياضية الكابتن ناظم شاكر بحضور معالي وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال والفريق الركن محمد العسكري وقائد القوة الجوية وعدد من ضباط في وزارة الدفاع. أقامت وزارة الدفاع في نادي القوة الجوية الرياضي تشييعا مهيبا لجثمان اللاعب الأسبق والمدرب ناظم شاكر الذي وفاه الأجل في أربيل بعد مصارعته لفيروس كورونا لعدة أيام. الحقيقة فاجعة أخرى ويوم حزين، رحيل أخي وزميلي ورفيق دربي ناظم شاكر رحمه الله، وقبل أيضا رحل أخي وزميلي أحمد راضي رحمة الله عليهم هو علي هادي، واللي أسأل الله أن يكون الآن في أعالي جنان. أسأل الله أن يتغمد ناظم أخي ناظم بفسيح جناته وأن يرحمه برحمته الواسعة. حضرنا تشييع جنازة المرحوم كابتن ناظم شاكر، علم من أعلام الكرة الرياضية على المستوى المحلي والعربي والعالمي، ليوم حزين وأسى حقيقة، فترك بما أثر في نفوسنا ونفوس الجماهير جميعا ونفوس الرياضيين بالأخص. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن ينزل فسيح جناته ويعطي الصبر والسلوان إلى أهله، ونتمنى إن شاء الله أن كافة الوسط الرياضي أن يتخذوا حذوه وأن يذكروه في كل مناسبات. وشارك في مراسم التشييع جمع غفير من المشجعين والأبطال الرياضيين ونجوم الكرة الرياضية الذين عبروا عن حزنهم لهذه المصابة الأليمة. شكرا لكل الأخوة الإعلاميين، شكرا لكل الفضائيات اللي حضرت هذا المأتم اليوم بوداع نجم الكرة العراقية المرحوم ناظم شاكر، اللاعب الكبير، اللاعب الخلوق، اللاعب الذي عاصرناه يعني كثيرا، خاصة يعني أنا عاصرته بالمنتخبات الوطنية، عالطيبة اللي شايلها والأخلاق اللي شايلها. لكن كل ما نقول إحنا إن وعد الله حق،
إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم نشكر احنا إدارة القوة الجوية وأيضا نشكر جماهير القوة الجوية ونشكر كل الأخوة المعزين أكثرهم جايين من المحافظات ومن البصرة، ولا ننسى أن ننسى الدعم الكبير والعناية والرعاية من إخواننا في كردستان. ناظم شاكر شكل علامة مضيئة وبصمة مميزة في مسيرة الكرة العراقية، واقترنت باسمه العديد من الألقاب والإنجازات على مدار أعوام عديدة مثل فيها الأندية والمنتخبات. رحم الله ناظم. ونقدم أسمايات الشكر والعرفان للسيد قائد القوة الجوية المحترم اللواء شهاب جاهد على حضوره ودعمه ورعايته واهتمامه ومشاركته في مراسيم التشييع. ويعد ناظم شاكر رمزاً وفخراً للعراق وللمؤسسة العسكرية، وهو أحد أبرز نجوم الكرة الرياضية الذي لطالما رفع اسم العراق ببطولاته وإنجازاته المحلية والدولية. لبرنامج حماية العراق، علي سامي. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا. ضيفي حلقة برنامج حماية العراق لهذا الأسبوع اللواء قوات خاصة ركن عماد الزهيري المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع. أهلا وسهلا بك سيدي. حياك وبياك. أهلا وسهلا سيدي. بداية، ما هي أسس التفتيش لدى اللجان المفتشية التي تعمل عليها أثناء التفتيش، وما هي رؤاكم في إدارة هذه المؤسسة في هذه المرحلة والمرحلة القادمة؟ شكرا جزيلا. مرحبا بإعلام وزارة الدفاع وهذا الفريق الوطني المهني. بداية، قبل ما نعرج إلى موضوع الأسس، يجب أن نحدد مهمة دائرة المفتشية العسكرية العامة في وزارة الدفاع، وبمهمة واضحة بأنه مسؤولية تفتيش كافة قطاعات الجيش العراقي بموجب معايير ومبادئ وأسس معتمدة، وبالإضافة إلى تقييم جاهزية وإداء مؤسسي لجميع المؤسسات التي تعمل ضمن دوائر وزارة الدفاع بكافة مستوياتها، لغرض حقيقة مساعدة القادة والآمرين ورؤساء الدوائر في تنفيذ مهامهم وواجباتهم وفي تطوير أدائهم القتالي لتحقيق الغايات والمهام المكلف بها الجيش العراقي، سواء على المستوى التعبوي أو العملياتي أو الاستراتيجي. الأسس كما هو يعني معلوم، يعني تفسر لغويا على أنها حقيقة أقرب إلى القوانين، ولذلك دائرة المفتش العسكري، هذه الدائرة التي يكاد يكون عمرها أكثر من 50 عام ضمن تاريخ الجيش العراقي، هذه الأسس فيها أسس مشتركة ما بين جميع الأسلحة والصنوف، سميها أسس عامة، وهنالك أسس خاصة لكل سلاح وصنف نراعي فيه الخواص الفنية والتعبوية لهذه الدوائر أو هذه القيادات أو هذه التشكيلات أو الوحدات، نزولا إلى أصغر وحدة فرعية واللي هي بمستوى حظيرة. سيدي، كم نوع التفتيش تجريه المفتشية؟ طبعا أنواع التفتيشات محددة بأوامر واضحة. طبعا التفتيش التعليمي وهو المرحلة الأولى اللي من خلاله نذهب إلى التشكيلات والوحدات المشكلة حديثا، ومن خلالها نرفع مستواهم من خلال التوجيهات وعملية الإصلاح والتنبيه وإعطاء فرصة لهم لتصحيح بعض الأخطاء أو تطوير أو سد نقص بعض الأشياء اللي ممكن أن تظهر خلال التفتيش. ثم حقيقة تفتيش فحصي، وهذا طبعا يصير على أساس تقييم الوحدة بشكل عام والآمرين والقادة بشكل خاص، وحتى ينعكس ذلك يعني سلبا وإيجابا على خط خدمته وتقييمه للمناصب المستقبلية. والفحص الثالث هو الفحص التنافسي، في حال حقيقة ظهور عندنا عدد من الوحدات بنفس المستوى الجيد، سواء في المقر العام مؤسسات تدريبية أو تعليمية أو قطاعات، راح نلجأ إلى الاختبار التنافسي لغرض الوصول إلى المراتب الأولى أو الثانية أو الثالثة. التفتيش الآخر هو التفتيش المفاجئ، واللي طبعا تصدر أوامر من خلال السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم والسيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم، اللي من خلالها يوجهون هذه الدائرة المهمة بأذرعها أن تصل إلى آخر نقطة إلى العراق في العراق في أي مكان، لغرض القيام بتفتيش مفاجئ، سواء للاطلاع على مستوى
الاداء او مستوى الاداء الاستعداد القتالي او حتى الملفات الاخرى التي تتعلق بالنزاهه لربما والمعلومات التي ترد من خلال وجود مشاكل انسانيه عند المقاتلين بكافه المستويات، وبالتالي حتى نضمن ان نكون هذه الدائرة أن تكون عين وأذن القائد العام للقوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، وبنفس الوقت مرآة لجميع المعاونين الدوائر والتشكيلات لغرض إعادة النظر في إدائها في هذا الموضوع بناء على أسس علمية ومهنية في هذا الجانب. نعم. التفتيش الآخر طبعا بعد التفتيش المفاجئ هو التفتيش الاستعداد القتالي، وهذا طبعا تفتيش مهم جدا لأن من خلاله نستطيع يعني نقيم قدرة وجاهزية القطعات على أداء مهامها وواجباتها الحالية أو المستقبلية، ونشوف نقاط الضعف والقوة أين، نقاط الضعف نحاول أن نسدها ونقاط القوة نحاول أن نطورها. سيدي، كيف تقيمون عمل المفتشين العسكرية في النصف الأول من العام الحالي؟ طبعا الدائرة استحصلت موافقة وزارة السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش لخطة كانت لعام 2020، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا والأوامر والتعليمات الخاصة من خلية لجنة السلامة والصحة وخلية الأزمة أدت إلى تعطيل عمل المفتشية الممنهج حسب الخطة بعد ما نفذ من يم 10 إلى 15% في بداية العام، ولكن هذا لم حقيقة يوقف عمل المفتشية لصدور أوامر بتكليفنا بعدد من التفتيشات الخاصة للاستعداد القتالي أو التفتيش المفاجئ، وأيضا لبعث لجاننا لملفات مهمة خاصة ملف المداخر وملفات أخرى تخص حقيقة عمل القطاعات ضمن قواطع قيادات العمليات. وبالتأكيد القيادة يعني في وزارة الدفاع ورئيس أركان الجيش تعرف يعني عين اليقين عن قيمة هذه المؤسسة ورصانة تقاريرها والخبرة المتراكمة بها، لذلك حقيقة تعتمد التوصيات كبرامج عمل ويعني مستقبلا لربما تحولها إلى مشاريع مهمة جدا تتعمم على جميع الأسلحة والصنوف في الجيش العراقي. سيدي، كيف وجدتم وحدات الجيش العراقي أثناء التفتيش، وهل هناك عودة للسياقات العسكرية للتفتيش؟ معروف لدى الجميع وأرجو أن هنالك مبدأ أنه يوم حرب يحتاج إلى سنة إعادة تنظيم، ولكن العراقيين بفضل الله ومن خلال جيشهم البطل استطاعوا أن يديمون زخم المعركة بحكمة وذكاء من خلال استمرار عمليات التدريب واستمرار عمليات التفتيش بما يضمن الحفاظ على النصر والنجاح الكبير اللي حققته في هذه الملحمة الوطنية من خلال حقيقة منذ عام 2014 إلى عام 2017، ومعلومة لدى الجميع بأنهم حققوا أرقام قياسية في ذلك. السياقات طبعا موجودة أساسا في المؤسسة العسكرية، والسياقات قابلة للتطوير والتحديث، والحفاظ عليها شيء مقدس لدينا لأنها تمثل روح الجيش وحقيقة المصدر الرئيسي في بقائنا بهذه الحيوية العالية. لذلك مفتشيتنا تؤكد خلال تفتيشها على الحفاظ على سياقات العمل العسكري في جميع الأسلحة والصنوف، وتبحث عن الثغرات لغرض ردمها وسدها من قبل صناع القرار أو متخذيه، وبنفس الوقت تعمل على حقيقة إيجاد بدائل في حالة وجود فراغ ومن خلال المقترحات والتوصيات اللي تقدمها من خلال لجاننا وهيئاتنا العاملة ضمن هذا الاختصاص. سيدي، متى تعود المفتشية العسكرية واجباتها للتفتيش الدوري؟ طبعا صدرت الأوامر لإعداد من السيد رئيس أركان الجيش لإعداد خطة التفتيش للعام المقبل، وتم إكمال تقريبا 90%
من متطلباتها وهي في المراحل النهائية، وستعرض في التوقيت المناسب على السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد معالي وزير الدفاع، وبعد استحصاء الموافقات سنعاود على تفتيش الفرق والقيادات والمديريات حقيقة باتجاهين، اتجاه تعليمي واتجاه فحصي، التي لم تشمل في الأعوام السابقة 20 و2019، بالإضافة إلى الوحدات المشكلة حديثا. وسيكون التفتيش على أسس ودرجات جديدة تختلف عن الأسس والدرجات السابقة، وأعتقد سيكون التفتيش يعني حقيقة قاسي في بعض المفاصل وحاد في بعض المفاصل، ولربما كان هنالك رؤية للسيد رئيس أركان الجيش بأن تكون هذه السنة لبعض الوحدات القضاءات تعليمي حتى نعطيهم فرصة للتعامل مع هذه الأسس والدرجات الجديدة، وبنفس الوقت سيكون فيما يخص مؤسسات المقر العام الخاصة التدريبية والمؤسسات التدريبية والتعليمية سيكون فحصي بامتياز. اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع، شكرا لك يا سيدي. حياكم الله ومرحبا بكم، وأتمنى أن تصل إن شاء الله رسالتي وكلماتي إلى أخوتي وأعزائي في الجيش العراقي بكافة الأسلحة والصنوف، وأتمنى أن وفقت في حقيقة تدسير فكري وروحي بيني وبينهم للاستعداد إلى المرحلة المقبلة من عمل مفتشية العسكرية العامة لعام 2021 بإذن الله تعالى. شكرا لكم مشاهدين الكرام، عودة من جديد لتكملة البرنامج. مشاهدين الكرام، نصل إلى فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه شكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. المواطن عمر هاني شاكر مهدي، أخي العزيز، أجاب مكتب اليمين العام إيقاف التعيينات بصفة عقد أو أجر في جميع الوزارات لانتهاء السنة المالية على أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العام الاتحادية لسنة 2020. نائب عريف ذياب نام السرحان جبر، أخي العزيز، بينت رئاسة أركان الجيش بأن لم يرد اسمك ضمن قوائم الملتحقين من فسخ العقد خلال فترة الاستقبال. المواطن حسين علاء عدنان محمد، أخي الكريم، بإمكان التقديم عن طريق النافذة الإلكترونية لوزارتنا عند الإعلان عن حملة تطوع إذا كان من ضمن شروط التطوع. مشاهدينا الكرام، فقرة البرنامج مستمرة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد لتكملة بريد البرنامج. نائب ضابط عدنان تشياد ثويني حديد، أخي العزيز، بينت دائرة الإدارة بأنك خارج ضوابط إعادة المفسوخة عقودهم. جندي مطوع نمير رياض أحمد شيت، أخي الكريم، بينت رئاسة أركان الجيش بأنك غير مشمول بضوابط إعادة المفسوخة عقودهم كونك ارتكبت جريمة الغياب الرسمي قبل 10 حزيران 2014. بناء على توجيهات السيد وزير الدفاع، استأنفت الكلية العسكرية نشاطها التدريبي لطلاب الدورة 109 تماشيا مع الشروط والضوابط الصحية بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا. طلاب الدورة خضعوا لفحوصات طبية مشددة مع الحفاظ على التباعد الصحي والإجراءات الوقائية. الزميل محمد شويلي أعد لنا هذا التقرير. بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ها هي الكلية العسكرية تستأنف نشاطها التدريبي لطلاب الدورة 109 تماشيا مع الشروط والضوابط الصحية. بناء على توجيهات السيد وزير الدفاع، باشرت الكلية العسكرية بإجراءات العرض الصباحي والتدريب العسكري والدروس النظرية وفق المنهج التدريبي المعد للكلية. هذا وخضع طلاب الدورة لفحوصات طبية مشددة مع الحفاظ على التباعد الصحي والإجراءات الوقائية اللازمة. حصلت موافقة السيد وزير الدفاع المحترم على استئناف تدريب طلاب الدورة 109 الكلية العسكرية بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر
بسبب جائحة كورونا من أجل اكتمال نصاب الساعات التدريبية والتدريسية للدورة. حقيقة باشرت عمادة الكلية العسكرية بإلحاق طلاب الدورة 109 إلى الكلية العسكرية، حيث تم إعداد منهج تدريبي متكامل وسط إجراءات مشددة يراعي بها التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة الوقائية والتزام التام بالتعليمات لتجنب الإصابات، وكذلك تدقيق طلاب الكلية العسكرية على الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية. وتم إجراء التباعد في من خلال منهج التدريب في ساحة العرضات وقواطع المنام وقواطع الدروس وكافة المرافق التدريبية الأخرى في الكلية العسكرية. باشر الطلاب بالدخول إلى الكلية العسكرية من الساعات الأولى إلى الكلية العسكرية، وقامت الكلية العسكرية بتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لفحص الطلاب من مفارس طبية من مستوصف الكلية العسكرية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الموضوع، وتم توزيع الطلاب على قسمين بحيث أنه التباعد الاجتماعي يأخذ مجراه من خلال التدريب وقواطع المنام والمطاعم وقواطع الدروس لتلافي الإصابات والمحافظة على سلامة وصحة كافة الطلاب والمنتسبين في الكلية العسكرية. الكلية العسكرية وخلال الفترة الماضية اعتمدت الدراسة الإلكترونية عن بعد لطلاب الدورة 109 من أجل الحفاظ على سلامتهم، فضلا عن مواكبة المنهج التدريبي وإكمال الساعات التدريسية. تم التحاق الدورة 109 إلى الكلية العسكرية مع الالتزام بالإجراء الوقائية وفحص الطلاب من قبل المفرزة الطبية بإشراف عميد الكلية بالإكمال منهج التدريب التدريسي بعد رغم جائحة كورونا، لكن كان الطالب في المرحلة الثانية باستمرار التعليم الإلكتروني ثم التحاقه حاليا بالكلية العسكرية لتمام التدريب اللازم ومنها الفرضيات والممارسات والسائقة. لإعلام وزارة الدفاع محمد الشويلي. تبذل الهندسة الآلية الكهربائية في قيادة الفرقة المدرعة التاسعة جهودا كبيرة في صيانة وإعادة تأهيل الدبابات والعجلات المدرعة من أجل عودتها إلى الخدمة. الزميل نصير البحار يوافينا بالتفاصيل في سياق التقرير الآتي. عمل ميداني ومهني دؤوب وإصرار على الإبداع والنجاح يضطلع به أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من الضباط والمراتب، فغاهم منتسبو معمل ميدان الفرقة وفنيو الهندسة الآلية الكهربائية يشمرون عن سواعدهم في إعادة تأهيل عدد من دبابات T-72 والناقلات نوع 63 BTR وإعادتها إلى الخدمة وتزويدها بمنظومة اتصالات حديثة وفي وقت قياسي وبهمة عالية ودقة في العمل والإنجاز. نعم، بعد انتهاء المعارك أجرينا حملات كثيرة على إعادة وتأهيل جميع الدبابات وعجلات القتال والآليات، ومن ضمنها هذه الدبابة دبابة T-72، دبابة مميزة اشتركت في جميع المعارك وكان لها دور فعال في تحرير مناطق العراق. طبعا لدينا 3 كتائب من هذه الدبابة، أيضا أجرينا عليها بعض التغييرات وأصبحت تضاهي الدبابة 90 من حيث الشكل والمعالم الخارجية، ومثل ما تشوفها أظهرت بشكل جديد. أيضا هذا يعطي للمقاتلين ثقة بهذا السلاح وامتنان عن هذه الدبابة لكونها دبابة كأنما هي حديثة حاليا. وأيضا أجرينا عدة تدريبات عليها، ومثل ما تشوف هنا اليوم هناك تدريب على هذه الدبابة وعلى جميع مفاصل هذه الدبابة بما يخص الأسلحة والسياقة والرماد. اختصاصات فنية متنوعة يعمل بها المنتسبون كلا حسب اختصاصه وعمله الذي يتقنه، لتكون روح الفريق الواحد هي السائدة بين أبطال الفرقة المدرعة التاسعة. بأيادي منتسبين الأبطال ضباط ومراتب قمنا بإعادة تأهيل دبابات نوع T-72 زائد الناقلة نوع 63 إلى الخدمة، وحاليا أكملت فنيا وجاهزة لأي واجب مقبل. وهذه الفعالية أدخلت ضمن قوة ملاك الدبابات الفرقة، حيث تقوم الأمرية هالف كاف ومعامل الميدان بإعادة الدبابات اللي نقدر نستطيع أن نكملها ونعيدها لحياة مرة أخرى.
وهذه الدبابات حاليا جاهزة فنيا ومنظوماتها عاملة شغالة مع أدائها القتالي عندما تكون في الميدان. قمنا تجهيز محرك T-72 لهذه الدبابة تأهيله وأيضا وضع على المحطة وتصليحها بصورة صحيحة وربطها على الدبابة T-72. أبطال في الحرب ومبدعون في السلم يرسمون في كل الصفحات سواء في الميدان أو في مقراتهم أجمل صور البطولة والإبداع والابتكار. نصير البحار لبرنامج حماة العراق. العريف الشهيد البطل صلاح شهر العلواني ضرب أروع الأمثلة في البطولة والصمود، وكانت له قصص ومواقف مع سلاحه الهاون أذاق فيها الإرهابيين مر الهزيمة والموت، وخط له سفرا خالدا بين قادته وأهله. برنامج حماة العراق يسلط الضوء على جانب من سيرة هذا الشهيد البطل. نصير البحار ومعه هذا التقرير. بطل صلاح، شدة وجر خويا. حينما ينتخي الوطن بأصحاب الغيرة من أبنائه وبواسله لحفظ أمنه وسيادته، كان يتقدم صفوف الأبطال للذود عن حياض الوطن وليذيق أعداءه من الإرهابيين مر الهزيمة والموت والخذلان. إنه قناص الهاون مثلما يطلقون عليه، الشهيد البطل العريف صلاح طه الشاهر العلواني، أحد أبطال البطارية الخفيفة 66 في قيادة عمليات صلاح الدين، والذي تفتخر قادته ورفاقه بما كان يسطر من بطولات فريدة مع سلاحه العزيز، والذي كان يتقن استخدامه ويعشقه حد الولع. فقد كان يستخدم في المعارك 3 هاونات في آن واحد مع دقة التصويب والتركيز، وكان الليل صديقه إذ حرم فيه على الدواعش النوم وأذاقهم الرقب والموت بصولاته على أوكارهم وقتله للعديد من الإرهابيين، لينال في تموز من العام 2017 وسام الشهادة في إحدى العمليات الأمنية في الشرقاطة، تاركا لوطنه وأهله وأصدقائه سفرا خالدا من المآثر والبطولات. بالنسبة للبطل الشهيد صلاح طه شاهر، أحد منتسبي بطارية الخفيفة 66 قيادة عمليات صلاح الدين، كان بطلا يشار له بالبنان، اشترك في كافة المعارك التي حصلت على قاطع قيادة عمليات صلاح الدين. كان بطلا يشار له بالبنان، كنا أي معركة ندخلها وصلاح موجود احنا نعتبر المعركة محسومة، لأنه يستخدم 3 هاونات أو 4 هاونات بنفس الوقت وبنفس اللحظة لتغطية القطاعات المدافعة أو القطاعات المتقدمة، فلقب بصلاح هاون. أثناء التقدم لتطهير كافة مناطق في ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، كان البطل يستغل الليل يتقدم عليهم، يكبدهم خسائر مع مجموعته الصغيرة من البطارية، ويحصل على الغنائم الموجودة من الأسلحة والمعدات ويستخدمها استخدام في عملية إدامة القطاعات وحمايتها من عصابات داعش الإرهابية. العفو الشهيد العريف صلاح طه شاهر كان من أحد أبطال قيادة عمليات صلاح الدين وحارب الإرهاب، وكان له مواقف بطولية، يعني واحدة منهم كانت هاي المكان اللي واقفين به، هذا كان هذا المكان ساقط منطقة الحمرة بيد داعش وإحنا موجودين بالجامعة، فكان من تجينا معلومات من سبايكر موجودين هناك دواعش ويهجمون على منطقة الجامعة، فكان صلاح هو على الهاونات أصاباته مباشرة ويرد العدو أصابات جدا مباشرة، جاء
كان الطيار ويانا بالمجلس الجوي فيصيح عاشت ايده ابو الهاون اصابات مباشره، وتحررت المناطق وكل منطقه تتحرر. فصلاح يتقدم ويا القوات بالخط الاول، البيجي شارك به، المصفى بيجي، عبرنا الصينيه وهو ويانا لحد الشرقات. دموع يستحقها الشهيد، فاضت بها عيون طالما احتضنت صوره واحلامه. إنها دموع الأم والتي تفسر لنا عمق الفراق ولوعة الاشتياق. 3 سنوات لم ترى ولدها لانشغاله بالمعارك ورفضه الإجازات. وبعد تحقيق النصر على الدواعش حضر إلى أمه وبين أهله وهو يقلب معهم صور بطولاته ويحكي لهم عن مآثر الرجال. من هو صغير يعني 7 راح مدرسة 7 طلعت له دورة هنا بالحبانية وراح عسكري، ظل ببغداد ما ادري قد على المدفعية نقلوا للموصل على ربيعة، ما خلى ربيعة تكريت الشرقاطة، الشرقاطة يعني جديد. هاي الثلث سنين مال داعش ما طب علينا، ما جي علينا، ما يقدر يجي علينا. كل سنة شافتين أنا أقول مش مدري من عندي. صار من سقط الشسمة دواع شراحات جانا، قام عاد يجي علينا، يجي علينا قال أنا هيك وأنا هيك. قلت له يا أبو دير بالك، قال والله ما خش ما يمنع وثار يلعب طاب وإحنا ما ندل بيه. يجي علينا هنا يشوف ثاري يقعد يطلع الصور مالته، والله ولا نعرف به الشكل تسوي. يا ودير بالك يا صلاح، قال انا ما كل شيء ما علي وانا 7 وانا بطل وانا. قلت هذا شو اللي هيك؟ بعدين تصور ما عرفنا به الا نتصور بيوم الجمعه. طلع هاجمين وضاربين، راح علي اخوه هذا التكريت وجابه عبد الرحمن، وصلوا لبغداد. رحنا علي فتح علي قعد، يا ابو انت 7؟ قال لي يمي انا مطلع المصارين. قلت له يا ابوك مو من الجيش وطلع المصارين وكل شيء ما بدك يعني. بس 7 يحكي ولا عنده يعني ما عنده شيء مضاعف. بعد 5 أيام مستشهد. في هذا البيت الذي كان لكادر حماة العراق تواجد فيه نشأ وترعرع شهيدنا البطل صلاح شاهر، وتربى على حب الوطن والناس وعمل الخير للجميع. فقد كان طيبا ومحبوبا من قبل أهله وجيرانه لما يحمله من صفات وخصال حميدة. فاته أنه كان طموحا في كل الأهداف اللي يرسمها بباله. كان زياراته وتفقداته للعوائل الفقيرة جدا، كان محبوب من قبل أبناء عمومته وأبناء المنطقة. كان يسعى بكل جهوده، وكان محارب من قبل التنظيم، محارب لكن ما يعني أبى أن يعوف هاي خلنا نقول عليها المصلحة، هي مصلحة حب العراق وحب المنطقة وحب الناس الطيبين بيها. ونال شرف الاستشهاد بهاي الأرض العراقية الحبيبة. كانت له عدة معارك وله صولات وجولات، كان معروف باسم صلاح هاون، كان يعني ما يخطأ الهدف مالته بالهاون. فبعد فترة 2017 يعني بداية 2017 تحررت مناطقنا، فأجه هو. قبل هاي احنا ما شفناه خلاص لمدة 3 سنوات، ما شفناه خلاص. بعد التحرير قام يجي علينا صلاح ويرجع لوحدته، يعني ظل يوم واحد هنا ويرجع لوحدته. هكذا هم الشهداء الأبطال، اعتلوا صهوة البطولة والفداء، وعانقوا الموت بصدور توشحت براية الأنبياء، فذهبوا إلى جنان الخلد أحبة شهداء، التاركون من الأشياء أهونها، الراكبون من الأشياء ما صعبا. لبرنامج حماة العراق نصير البحار. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع. انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.